خيار وحيد للنادي بنزرتي في لقاء ضد ضيفه نادي صفاقسي الانتصار، إذا يحب يحافظ على المرتبة الأولى وبالتالي على حظوظه كاملة في إمكانية التتويج باللقب. هذا نظريا. بداية اللقاء جات على عكس المنتظر، وخاصة من أبناء نادي البنزرتي وممرنهم ماهر الكنزاري. فرغم انطلاقتهم القوية وتسجيلهم الهدف بواسطة عبد الملك زيايا منذ الدقيقة الثالثة، رفضوا الحكم يوسف السرايري واعتبروا مسبوق بتسلل، فإن ردة فعل نادي صفاقسي جات بأكثر حدة. كرة في العمق، سوء تمركز في دفاع سيابي، هفوة من كريم بن عمر، الإيفواري إدريساك كوياتي يستغل كل هذا، ينفرد بالحارس فاروق بن مصطفى يراوغو والبقية كرة في الشباك، وهدف أول للنادي صفاقسي في وقت مبكر، الثالث للإيفواري إدريسا مع سياسيس. هدف أدخل الاضطراب في دفاع نادي البنزرتي. التأكيد يأتي من خلال كرة ثابتة نفذها علي معلول تبدو سهلة، باهتة في دفاع سيابي، إدريسا كوياتي حاضر مرة أخرى لاستغلال هفوات منافسه على موعد من جديد مع شباك فاروق بن مصطفى وثنائية الإيفواري إدريسا في ظرف 5 دقائق. النادي البنزرتي أصبحت مهمته للعودة في النتيجة صعبة للغاية. فخر الدين بن يوسف في محاولة فردية كاد يضيف هدف ثالث. النادي البنزرتي يفهم أنه ما عاد عنده ما يخسر، لعب الهجوم، عبد الملك زيايا في موقع مناسب يضيع إمكانية تذليل الفارق، الضغط يتواصل لأبناء ماهر الكنزاري، وإذا النجاعة غابت عن السنغالي يوسفا مبينغي فإن الليبي أحمد محمود الزوي خذا على عاتقه مهمة تذليل الفارق، يتمكن من مغالطة رامي جريدي، يعيد الثقة لزملائه، يمضي بالمناسبة الهدف رقم 13 في ترتيب هدفي البطولة. المقابلة أصبحت مفتوحة لكل الاحتمالات، فرصة هدف ثالث تضيع على إدريسا بعد تمهيد من فخر الدين بن يوسف. الاندفاع سجل حضوره يضعف، ومعه يضعف إصرار أبناء البنزرتي على تعديل النتيجة. يوسفا منجي راوغي مهد ما فهمش شكون يترجم تمريرته إلى هدف. محمد علي المهذبي يسقط في العملية هذه، هل هناك ضربة جزاء أم لا؟ اللعب يتواصل. بداية الشوط الثاني تأتي ومعها الجديد للنادي البنزرتي، حمزة المثلوثي يوزع، عبد الملك زيايا بالراس ينجح في مغالطة رامي جريدي يعدل النتيجة، يعيد المقابلة إلى نقطة بدايتها، أيضا يعيد الثقة كاملة لزملائه فيما تبقى من اللقاء، إلا أن محاولات أبناء سياسيس مثلت اختار متواصل على دفاع منافسهم، وخاصة الهجومات المعاكسة بقيادة فخر الدين بن يوسف، يجبر كريم بن عمر على ارتكاب الخطأ، الحكم مصراري يكتفي بالإنذار. في الطرف المقابل الجزائري عبد الملك أزيايا يأكد أنه يملك إمكانيات فردية من طراز عالي ليعود فخر الدين بن يوسف للبحث على إقصاء منافسه المباشر كريم بن عمر، ينجح في المهمة وإنذار ثاني ساوى الإقصاء. هذا مساهل مهمة فخر الدين بن يوسف اللي كاد يكون وراء هدف ثالث. إجابة النادي البنزرتي تأتي سريعة، الجزائري زيايا بالراس بعد توزيع من آدم رجيبي كاد يعطي الأسبقية للنادي البنزرتي، الممرن ماهر الكنزاري يلعب كل أوراقه، فرصة هدف الانتصار يتألق من خلالها رامي جريدي بتدخله في الوقت المناسب قبل زيايا لتنتهي المقابلة على تعادل، وإن فقد من خلالها النادي البنزرتي طليعة الترتيب فإنها أوفت بعودها على مستوى الفرجة، التشويق، التسابق والتلاحق في تسجيل الأهداف رغم حضور النرفزة في نهايتها. نتكمل كومونسي الماتش قبلنا زوز بونتو heureusement on a eu les ressources pour réagir ورجعنا في الماتش. C'était un match ouvert بين les deux équipes. Je félicite mes joueurs اللي عملوا ماتش محترم جدا sur le plan individuel ou sur le plan شوية collectif. À la col, je ne sais pas, on a perdu 2 points ou on a gagné 1 point. Donc, le récit, après, il va voir, mais il va voir on a perdu 2 points dans le récit, mais au niveau réaction de l'équipe, au niveau du comportement des joueurs, on a eu une réaction belle في برسك في التغوتير دي ماتش حتى اديس انا بي ماركي ان توازيام بوت كيف سفيقس كانت نجم تماركي التغوازيام بوت داير هذا النوفيام ماتش سون ديفيت جرينا على الاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو تروزيام بلاس دوبوي اكستون الحمد لله دونز اليا معناها ثم الجمعه
معناها ثم الجمعة معناها ثم الجمعة تحصلنا على التروزيام بلاس هذايا دونك انا ديفوندي معناها هذه البلاس هذايا خاطر الاوبجيكتيف نتاعنا اللي باش ترشحنا باش نلعبوا الكاف اللي ندرس فيقسي ما نجمش يغيب على المسابقات القارية. لا نحن زاد فريق كبير مطالبين بثلاثة نقاط قدام فريق يلعب على منازل البطولة ولا منازل الصعود، نلعبوا على اسم الجمعية، عندنا شعار الجمعية يعني نلعبوا عليه. الحمد لله ربي مردود به من فخر الدين بن يوسف ومردود به من صحابه زاد اللي عاونوني بالقدا. بريتو ريزولتا بوزيتيف، تكون خاسر 2-0 وترجع 2-2 ريزولتا بوزيتيف. لعبنا مع صفاقسي بن زرت راه ما لعبناش مع ادفيرسير اخر، مي بقى هذيك الكوره احنا سيابي وصلت للي فيه اليوم مع ما غير حتى حد وحتى واحد ما عمل علينا لمزيه لا عطانا هديه. مالغري كو معناتها ما عندناش لي مويان باش نعطيو للجمعيات اللي مازالوا باش نعاونوهم دي موتيفاسيون كيما قاعد يصير كل ماتش كونتر سيابي لي زادفيرسير اللي يجيو يلعبوا مع سيابي الكل عندهم دي موتيفاسيون. اليوم ما عادش الموتيفاسيون معناتها حاجات دي بريم ولا حاجه برك، ولا تزاد ملاعبيه كدوات. بون هذه هي الكوره ونفهموها، ما عندناش الامكانيات هذوما، ما عندنا رجوليه، عندنا جروب كابابليه ومعنا ربي ان شاء الله، وان شاء الله الشامبيونه في بنزرت السنه. لقاء كبير كان دار بملعب 15 اكتوبر بنزرت، المباراة التاسعة على التوالي من عام 2007 يعجز النادي البنزرتي على هزم النادي الصفاقسي، والجولة التاسعة على التوالي لا ينهزم النادي الصفاقسي والمدرب الكوكي لا ينهزم ضد المدرب الكنزاري. فريد ولا سي مختار وقت نسمع تصريحات اللي لعبنا الكره للكره ولعبنا الميثاق الرياضي وذيك يظهر لي تجاوزنا، ما فماش حتى شك يعني باش نوصل نرجعوا نحكيوا السي اس اس باش تسيب الماتش ولا ما تسيبش الماتش بعيدا كل البعد، يظهر لي كره في وقتنا الحالي على الشكوك هذه ولا باش نوصلوا نسمعوا تصريحات هذه ومبررات هذه. المفروض يعني بعدنا على المواضيع هذه، ما عادش هذه كانت في العشر سنين التالي كنا نخموا ونحكيوا في اللغه هذه، تويكا ما شاء الله يعني كره التونسيه تقدمت ياسر والمسؤولين التوانسة بصفة عامة في الأندية واعيين ويفهموا اللي هي الفيفا، هي الفيفا ما تمنعش الأندية باش تعطي منح، تفكروها الفازة متاع الفيفا اللي تعطي منح الفرق أخرى باش يلعبوا باش يربحوا، خاطر سي لا فيكتوار الرياضة هي بيرفورمانس، البيرفورمانس هي يعني تتطلب برشا اشياء، فما انا ما نقولكش اخسر، هو ما نقولكش اخسر، لكن احنا ماذا بينا اللغه هذه وخاصه في اخر الموسم نبعدوا عليها على خاطر ما عادش عندها مجال في الرياضه التونسيه وفي نعم التونسي. الفرق اللي باش تواجه ترجي ولا الفرق باش تواجه النادي البنزرتي ولو انه نادي صفاقس يلعب من اجل المركز الثالث، وحتى الفرق اللي باش تكون لها مواجهه مع فرق اللي تلعب من اجل تفادي النزول تقريبا ما عادش فما حتى عندنا شكل هنا باش يوصل حتى واحد يصرح يقول لعبنا الكره للكره. فريد مش بالسهل وانه فريق يكون متاخر بزوز نقاط زوز اهداف ويرجع في المباراه ويعدل النتيجه وكان قادر على تحقيق انتصار فوق ميدان النادي البنزرتي. قوه الشخصيه نتاع النادي البنزرتي اليوم شفنا مقابله كره صراحه، مقابله من اعلى تراس، شفنا شوط اول النادي البنزرتي كان بعيد صراحه في وسط الميدان، المردود نتاعو ما كانش كيما منتظر، الدخول كمال زعيم احمد الحران محمد علي مهدبي كانوا ثم فراغات في وسط الميدان استغلهم النادي الصفاقسي بالشبان نتاعو، اليوم شفنا لاعبين شبان اعلى تراس فخر الدين بن يوسف بالناحيه الهجوميه، ادريسا كذلك، الفرجاني الساسي، محمد علي النصر، اللاعبين هذوما الشوط الاول كان سيطره كليه صراحه، رغم ثم فرص للنادي البنزرتي النادي الصفاقسي، على عكس الشوط الثاني رجع النادي البنزرتي التحويرات واللاعبين ورده الفعل كانت قويه، وشفنا نادي البنزرتي شفنا هجوم بهجوم، شفنا لاعبين قاعدين يتحركوا، الانتشار جيد للنادي البنزرتي، الضغط في وسط الميدان والعوده في النتيجه كانت صراحه النتيجه عادله، رغم انها مش عادله بالنسبه للنادي البنزرتي يلعب على البطوله، كذلك النادي الصفاقسي المرتبه الثالثه، لكن في رايي شفنا زوز مدربين اليوم قدموا لنا لاعبين شبان مستقبلهم لا خوف عليهم، خاصه النادي الصفاقسي نبيل كوكي، ولا كذلك بالنسبه للنادي البنزرتي مازال ثلاثة مقابلات مع اللاعبين مع التحويرات، خاصة زيايا لاعب الاتحاد سابقا كان عنصر فعل، المرة الثانية سجل بعد هدف جرجيس، في جرجيس كان هدف الانتصار، اليوم شفناه في هدف ممتاز، أحمد زوي هداف البطولة، لكن كانت مقابلة شوط بشوط، لكن الفاعلية والقوة الشخصية للاعبين مع دخول سهيل برادي نادي البنزرتي قادر ومازال يلعب على البطولة. ثم لاعب ايضا ما تمش تشريكه مع نادي الرياضي الصفاقسي اللي هو ديدي ليبري هدف البطوله بطبيعه الحال، غير موجود حتى على بنك الاحتياط اللي كانوا العديد ينتظروا وانه باش يكون موجود اساسي للنادي مع النادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراه بالذات ضد النادي البنزرتي. نمشيو اللقطات اللي اخترتهم فريد. عندنا زوج لقطات باش نشوفوه، اللقطه الاولى نشوفوا التمركز خاصة الضغط من النادي البنزرتي على النادي الصفاقسي، شفنا تمركز سليم من اللاعبين، اخراج الكره من لاعب النادي الصفاقسي،
شوفوا اختيار النادي البنزرتي الضغط على حامل الكرة في نص الملعب تاعه ونشوفوا الضغط سليم. التغطية ممكن كانت بعيدة من اللاعب الموجود على الجهة اليمنى اللي هو حمزة المثلوثي، لكن في رأيي حاول يستغل الهجمة السريعة يكون قريب أكثر ما يمكن المرمى النادي الصفاقسي. لكن نشوفوا الإشكال بالنسبة للنادي البنزرتي خاصة وسط الميدان والتمركز بتاع اللاعبين تاعه، في الضغط لازم المسافة تكون قريبة. شوفوا العودة بتاع لاعبي المحور اللي هم صراحة كانوا نقاط ضعف اليوم النادي البنزرتي، العربي جابر وكريم بن عمور، في العودة يخليه اللاعب العربي جابر مع المهاجم إدريسا لوحده. شفنا المنطقة معناها كانت كبيرة، كنا نلعب بالضغط لازم المفروض يكون منطقة أصغر نوعا ما. نشوفوا المهاجم إدريسا في واحد ضد واحد اللي هي من المفروض ما يكونش يكون ثم التغطية، وديما نوصيه ويعرف سي مختار المدافع الأخير ديما ما يحاولش يستعمل التاكل. شفناه معنا أيمن بن عمر في محاولة انزلاقية يخلي المجال لإدريسا اليوم كان متألق خاصة في الشوط الأول يسجل هدف للنادي الصفاقسي، وهذه إشكال النادي البنزرتي خاصة في وسط الميدان من ناحية الضغط، ديما الضغط يكون كفريق كامل مش كثلاثة ولا أربعة لاعبين. يعني الدفاع كان متقدم نوعا ما بالنسبة للنادي البنزرتي اللي كان لعب خطة هجومية، حاول يضغط في الميدان بتاعه، لكن الضغط لازم يكون بالفريق كامل مش بلاعبين وثلاثة، خلي مسافات. وشفنا الهدف اللي تسجل معنا فيها فوق. بالنسبة للقطة الثانية نشوفوا تمركز النادي البنزرتي في الشوط الثاني كان أحسن، نشوفوا اللاعبين خاصة لاعبي الارتكاز اللي كان الحران وكمال زعيم كانوا متقدمين، نشوفوا في يلعبوا في المنطقة متاع النادي الصفاقسي. لاحظوا معنا الكثافة العددية للنادي البنزرتي مع تراجع النادي الصفاقسي، نشوفوا خمسة لاعبين في وسط زوز لاعبين من نادي الصفاقسي، معناها يأكد التفوق خاصة في الشوط الثاني. لعبوا قراب لبعضهم، شوفوا تمريرات القصيرة، من المفروض يكون لاعب النادي الصفاقسي أقرب للاعبين الوسط ما يخلوهم في المسافة، لكن تراجع النادي الصفاقسي نوعا ما في الشوط الثاني. التمركز متاع اللاعبين نادي البنزرتي كان ممتاز، القرب اللمسة واللمستين، شوفوا كيفاش اللمسات تكون قريبة، معناها حاولوا يحتفظوا بأكثر ما يمكن الكرة. التغيير من جهة لجهة تثبيت اللاعب بالنسبة للنادي الصفاقسي، والتغيير الجهة وهذا في الهجمة خاصة المنظمة باش تخلق أكثر فراغات. شوفوا الفراغات الموجودة على الجهة اليسرى للنادي الصفاقسي، ثم زوز لاعبين من نادي بنزرتي في الجهة اليمنى، ترويض، وشوفوا التوزيع وزيايا في الاستقبال معناها في وسط ثلاثة لاعبين، هذه من الهفوات في التمركز النادي الصفاقسي، قبول هدف زيايا كان تمركزه سليم. يعطيك صحة فريد. قبل ما نعطي الكلمة سعليسي مختار، النادي البنزرتي في وقت صعب صعب للغاية، يعني يلعب من أجل البطولة، تعرف أنه قبل الجولة هذه كان ينتصر في أربع لقاءات يعني تتويج بالبطولة، مباراة اليوم تأكد أنه قاعد يعيش في ضغط كبير فيما تبقى من مشوار هذه البطولة. ما فيش شك يعني نهاية الموسم دراماتيكية للأندية الكل للصعود وللنزول، النقطة اللي تخسن يعني تبعد الفريق نسبيا على التتويج ولا على البقاء. فبالنسبه للنادي هذا بنزرتي لو انتمدوا ماتش ما كانش باهي حسب ما شفت وحسب ما سمعت وخذيت لي زيكوها كاين، لو انتمدوا ماتش ما كانتش خارق العاده، والدليل على الهدف الاول اللي قعد ان كونت ان يعني ان كونت ان في الوضع كما هكاك، يعني سي يا ما الاكسبولسيون يا ما لا فوت اي لو بوت، وهذا هو ما صارش الاكسبولسيون خاطر ما مسوش، خاطر كان مس بن عمون وكان مس لافون سونتر اخر لعبه كيما مسوش وتعادلت الكره جا البونتو سا باي كاش في حالة الهفوات الدفاعية كما هذه. ثم يعني النادي البنزرتي قوة شخصية نتاعو اللي خلاته ما لقاي لون تمدو ماتش خايبة ياسر، خلاته يرجع لوسكونا زيايا وزوي أخي، يعني عندك فرص دو فراب كبيرة ياسر وعندك إمكانيات تهديف في كل كورة، كل هجمة توصل لك الكورة في 18 متر تسجل. والهدف الثاني نتاع زيايا دليل على كونه إنسان هذا قناص، والنادي هذا الصفاقسي يتكب حسب اعتقادي في الهجمة الأخيرة في الهدف الثاني التمركز نتاعو نتاع المدافعين نتاعو ما كانش سليم وذب قدامهم زيايا وجاب الهدف الثاني. هنا لحد نادي بنزرتي يتحول لسوسة لمواجهة النجم الرياضي الساحلي في الجولة 28. سعلي عندنا ثلاث لقطات، نبداو باللقطة الأولى بالنسبة هنا في بداية المقابلة، هناك كرة طويلة ياخوها زميله ويمرله ويسجل هدف، شوفوا اللقطة بالبطيء والتمريرة قصيرة يعني عنا الصورة كاملة. هنا نشوفوا لما مر عملنا هنا الخط مش بديتروها لكن مجاهد
واحد نشوفوا ان المهاجم كان هو اللي متقدم معنا على المدافعين، والمساعد كان متمركز كما ينبغي. وهنا ديما نقولوا نداء للمساعدين باش يتمركزوا كما ينبغي باش يعلن التسلل، وان التسلل كان قراره في محل. هذا بالنسبه للقطه الاولى. بالنسبه للقطه الثانيه، هجوم النادي الرياضي البنزرتي توغل داخل منطقه الجزاء، هناك احتكاك طبيعي وطبيعي جدا باش تزيدوا تشوفوه، كتف بجنب الكتف يواصلوا باش يتنافسوا على الكره، ثم يسقط اللاعب والحكم امر بمواصله اللعب وكان قراره في محله. مساش نعاودوا نرجعوا للقطه هذه، نرجعوا للقطه هذه، خلينا نزيدوا نوضحوا. سي علي ماك تعرف فما شكون موافق رايك يقول كتف، وفما شكون يقول دفع واضح. هذا كيفاش سي علي يقول كتف؟ خلينا نزيدوا نوضحوا علاش هذا كتف ماهوش دفع. باهي نعم، نرجعوا للصوره اذا امكن ونوقفوها وين وقفنا الصوره. هنا توغل نشوفوا هنا مازالوا على الفرد مستوى كتف بجنب الكتف، ثم اللاعب يعني ثم احتكاك بالكتف. حتى اذا كان تم دفع بالكتف وانا بنيتي الصحيه تكون اقوى منك، ولو تسقط ما دام عمليه الكتف تمت وان الكتف لاصق بالجنب والمرفق ماهوش خارج باش يدفع به، ثم بعد يصل. لان انا وقفنا الصوره وقت اللي كان الكتف بجانب الكتف، اذا كان تم دفع وطاح بالكتف طبيعي جدا، لان نحن على فرد مستوى مش المهاجم متقدم ولا المدافع متاخر. فعمليه الدفع وقفنا الصوره هنا، وصلت لعب ونعرف ان كره قدم كلها كرة احتكاك، والمكاتفة إذا كان ربي أعطاه قوة جسمانية ينجم يستعملها في نطاق القانون ويكون قانوني جدا. يعني العملية أكيدة. نمر للقطة الثالثة، وش بدنا احنا؟ كانوا الخيان يعلقوا على آخر فرصة، هنا نشوفوا آخر فرصة ونفس اللاعب على ما أظن اللي المرة هذه قام بالهفوة، وكان هنا الحكم باش يلوموا عليه كان يستحق. شوفوا هنا العملية وشوفوا المخالفة هنا آخر معنى انفراد. شوف شيء يتم المفروض عليه يكون ورقة حمراء، المفروض تكون ورقة حمراء. هنا قلت لك المخالفة كانت موجودة، وحتى اللاعب لو نرجع للقطة نشوفه بعد ما قام بالهفوة حط يده على راسه، لأنه كان يستنى في بطاقة حمراء، وأن بطاقة حمراء لا جدال فيها، لأن آخر مدافع معنا بخلاف الحارس مرمى، وكانت فرصة متأكدة. يعني المفروض كانت المخالفة أعلن عليها الحكم، لكن أخطأ في القرار الإداري، كان المفروض يكون القرار بطاقة حمراء. نعم. هذا كل ما عندنا ثلاث لقطات في مقابلة نادي الرياضي البنزرتي ونادي الرياضي الصفاقسي.